طيب دي درجات الحرارة النهاردة. طب بالنسبة بقى للكام يوم اللي جايين، بقية الأسبوع درجات الحرارة وحالة الطقس بشكل عام هتكون عاملة إزاي؟ إحنا للإجابة على هذه التساؤلات منورانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل على حضرتك دكتورة منار، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. دخلنا بقى كده وبشكل رسمي في الأجواء الصيفية، يا ترى الأسبوع ده إن شاء الله درجات الحرارة ممكن توصل لكام؟ هل من المتوقع إن احنا نشهد أي موجات حارة بشكل استثنائي؟ بالفعل يمكن احنا خلاص بدأنا الأجواء الصيفية، الارتفاع في الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة اللي هي العامل المهم جدا في إحساسنا بدرجات الحرارة، يمكن احنا مكملين في درجات حرارة حول المعدلات عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على مدار هذا الأسبوع، لكن في استمرار لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل كمية كبيرة من بخار المية، ففي ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، فنحس درجات الحرارة أعلى طبعا من ال 35 وال 34 درجة الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أعلى من درجة الحرارة اللي احنا دايما بنقولها في النشرة بحوالي درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة نحسها لو تكون 37 و38 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترات النهار، ده يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، عشان كده طقس الأسبوع هيكون طقس حر رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. يمكن هنلاحظ الارتفاع في درجات الحرارة كمان في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد هتوصل ل 43 درجة مئوية، وأحيانا في بعض المناطق توصل ل 44 درجة مئوية، فطقس الجنوب هيكون طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن ما بنحسش بيه قوي غير في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأجواء هتكون أجواء معتدلة على أغلب الجمهورية. اليوم وحتى نهاية الأسبوع هتكون في نشاط نسبي للرياح نحس بيه أكثر فترات المساء ساعات الليل، هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة فترات المساء، فبيساعد على تلطيف الأجواء بعض الشيء خلال فترات الليل، لكن مش هيكون معانا فترات النهار. كمان يمكن احنا حذرنا من أمس إن في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، شواطئ شمال الدلتا زي دمياط وبلطيم وكمان سواحلنا الشمالية زي الإسكندرية ومطروح العالمين، في اضطراب شديد في حركة الملاحة معانا اليوم وغدا إن شاء الله. سرعات رياح على البحر المتوسط هتكون ما بين 50 ل 70 كيلو متر على الساعة، وده بدوره طبعا هيؤدي لارتفاع الأمواج على البحر المتوسط وغير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، خاصه شمال الدلتا والمناطق اللي موجوده في السواحل الشماليه الغربيه، فيعني الساده المصطفين على الشاطئ او الساده الصيادين قدر الامكان نتجنب نزول البحر خلال فتره. هو ده مش غريب حبتين في الوقت ده من السنه دكتوره منار؟ يعني عاده اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده بيبقى اقرب شويه للاجواء الشتويه العاصفه وغلق بوغاز اسكندريه الى اخره، لكن بتهيألي يعني هو ده عادي في التوقيت ده؟ يعني احيانا في بعض الايام في فصل الصيف طبعا بيحصل نشاط رياح بيؤدي لاضطراب ملاحه بحريه على البحر المتوسط، احيانا احنا في فصل الصيف بيبقى في رفع للرياضة على الشواطئ بسبب ارتفاع الامواج، فده طبيعي لكن مش طول فتره الصيف ما بتتكررش بشكل كبير، بس احيانا طبعا بيبقى فيه في نشاط رياح بيؤدي لارتفاع امواج، وهو مش هيستمر معانا كتير، ان شاء الله هيكمل معانا بكره الاثنين ومع يوم الثلاثاء ان شاء الله تهدا سرعات الرياح وتبدا تنخفض الامواج ويكون البحر يعني مؤهل لكافه اعمال الصيد. على ذكر البحر والشواطئ والامواج يا دكتوره منار، وحضرتك طبعا ست اللي عارفين الفتره دي هي فتره موسم الاجازات بقى، والطلبه في المدارس والمعاهد والكليات كلهم عندهم اجازات، وبطبيعه الحال في ناس كتير بتنطلق وتنتشر في شواطئ مصر المختلفه. في توقيتات معينه ينصح ان احنا ما نتعرضش فيها بشكل مباشر لاشعه الشمس هربا من اي، يعني عارفه بقى الناس اللي بتجي لها ضربات شمس وحاجات كده بتحصل كتير على الشواطئ، ايه التوقيت اللي المفروض ما نتعرضش فيه بشكل مباشر لاشعه الشمس؟ غير طبعا الاضطراب اللي احنا موجود معانا النهارده وبكره، طبعا خلال فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر، الفتره دي اللي بتسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فاحنا دايما بنقول لو احنا حابين ننزل البحر يكون فتره الصباح الباكر حتى الساعه 12 وبعد كده نكون تحت الشمسيات، وبعد الساعه 3 4 نقدر ننزل تاني، لكن فتره الظهيره هي دي الفتره اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، والتعرض المباشر طبعا لاشعه الشمس هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لا قدر الله ممكن يتمنا بضربات الشمس والحروق، فناخد بالنا بشكل كبير خلال فتره الصيف من الوقت ده، حتى كمان لو انا موجود في الشارع
لاشغالي لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحمي من اشعه الشمس البشره. مهم كمان نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس فاتحه اللون، ملابس قطنيه، وطبعا تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ده شيء مهم جدا خلال فتره الصيف. يعني احنا في شهر سبعة لو احنا خدنا احتياطاتنا بالشكل الكبير ان شاء الله ما نحسش بارتفاع درجات الحراره. برضو على ذكر المصايف والسفر، هل في شبوره مثلا ممكن تكون بتتكون في توقيتات معينه من الصباح الباكر برضو الناس اللي حابه تسافر بدري؟ يعني على الاقل خلال 72 ساعه القادمه ما فيش تكون لشبوره مائيه، لان احنا فتره الصباح الباكر هيكون معانا نشاط نسبي للرياح مش هيساعد على تكون الشبوره المائيه. حتى كمان الشبوره المائيه في فصل الصيف هي بتكون شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع شطاء اشعه الشمس ما بتاثرش نهائيا على حركه المرور. طيب برضو من ضمن الحاجات، وانا هنا مش بكلم حضرتك عن الاسبوع اللي جاي، انا بكلمك على فصل الصيف بشكل عام، يعني ابتدى يندع بقى في دول اوروبيه ودول عربيه كمان برضو شويه انعكاسات اكيد ليها علاقه بشكل مباشر بموضوع تغير المناخ، كالعاده حرائق غابات في كندا وبعض الدول الاوروبيه، مؤخرا المزيد من الجفاف في نهري دجله والفرات في العراق، حاجات زي كده، هل دي اشاره ان موضوع تغير المناخ لسه مكمل معانا انعكاساته الفتره اللي جايه دي مثلا سواء في الشتاء او في الصيف؟ هو بالفعل تغير المناخ مكمل معانا طول ما احنا لسه في زياده للانشطه البشريه اللي بتستخدم الوقود الاحفوري وغازات وزياده انطلاق غازات الاحتباس الحراري. كمان احنا خلال الخمس اعوام القادمين في المنظمه العالميه للارصاد الجويه في ظاهره جويه هتاثر علينا اسمها النينيو. ظاهره النينيو دي بتتكرر في بعض السنوات مرتبطه ببعض الشيء بارتفاع درجات الحراره. احنا كمان خلال يعني ممكن نقول العام القادم هيكون في ارتفاع في درجات الحراره او متوسط درجات الحراره العالميه اللي بدورها بتؤدي طبعا لمزيد من التغيرات المناخيه، فالتغير المناخي مكمل معانا. ويمكن كمان احنا قلنا لو خدنا احتياطاتنا وبدانا نتاقلم مع التغيرات المناخيه وبدانا نقلل الانبعاثات مش في يوم وليله هيحصل تغير في المناخ ويرجع تاني لطبيعته، ده هياخد سنوات لحد ما يرجع في طبيعته، فلسه مكملين في التغيرات المناخيه. بس المهم ان احنا كبشر نمتنع عن الحاجات اللي تسببت اصلا في تغير المناخ. هو مش موضوع الوقود الاحفوري ده اتعملت بموجبه مؤتمرات دوليه وقمم تم عقدها قبل كده، هل وصلوا لحاجه مرضيه في هذا الاطار؟ هي المشكله في التنفيذ، هي مش المشكله فهي في قرارات طلعت وتوصيات طلعت، لكن هي المشكله في التنفيذ ان احنا نبدا نمنع. هي مش قرارات ملزمة وعلى صعيد أممي ودولي؟ هي القرارات بتبقى موجودة في بعض الدول بتوافق عليها، في بعض الدول ما بتوافقش عليها، وخاصة الدول الصناعية الكبرى. يمكن احنا انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يمكن ده أهم غاز من غازات الاحتباس الحراري. احنا بنشكل او الدول الناميه او افريقيا نفسها بتشكل يعني نسبه ضئيله جدا من نسبه الانبعاثات، لكن الدول الصناعيه الكبرى هي النسب الكبيره اللي تبقى موجوده فيها. وطبعا مش هيقدروا يعني يبطلوا استخدام الوقود الاحفوري. ده منهم دوله في مقدمه الدول الصناعيه العالميه كانت في وقت من الاوقات صرحت بانها خلاص هتمتنع عن استخدام الفحم تحديدا، ورجعت بعد منها بكم شهر سحبت الكلمتين دول وكانها ما قالتهاش اصلا. بالفعل بسبب الحروب وبسبب اللي بيحصل فيه في ناس بدات تستخدم ثاني الغازات وبدات تستخدم ثاني الوقود الاحفوري بشكل كبير والفحم كمان، فبداوا دلوقتي يعملوا دعم للتكيف مع التغيرات المناخيه، مش ان احنا نقلل الانبعاثات، لا احنا بدانا ندعم ان احنا نتكيف، خلاص في تغير مناخي موجود نبدا نتكيف معاه، ندعم بقى البنيه التحتيه، نبدا نزود حجم المزروعات والاقتصاد الاخضر، لكن ان فكره ان احنا نقلل الانبعاثات ده امر يعني المفروض يحصل، بس طبعا الدول الصناعيه كلها مش بتوافق عليها. زي ما قلنا هي الدول الصناعيه الكبرى هي اللي بتبقى مؤثره بشكل كبير في فكره التغير المناخي وزياده الانبعاث. والله لنا الله يا دكتوره منار، احنا كده مش هنتكيف مع التغير المناخي ده، احنا هنولع بموجبه ان شاء الله في الفتره اللي جايه لو فعلا الدول الصناعيه الكبرى فضلت ماشيه على نفس المنوال، هنقول ايه غير لنا الله. بشكرك على وجودك معانا، نورتينا كالعاده دكتوره منار غانم، شكرا جزيلا لوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي.